كابتن محمود الخطيب هنا، دي طبعا لقطات ارشيفيه وهو بيتفتح الملعب البدل في مدينه نصر. يعني النادي الاهلي تبنى اللعبه دي، وعايز اقول لك يعني اطمنك ترام النادي الاهلي ان شاء الله تبناها، فهتلاقي شغل تمام طبعا. هتصدقني طبعا هتلاقي دعم جامد جدا. النادي الاهلي يعني بيخرج كوادر وبيشتغل على الحته دي زي الكاراتيه زي غيره زي غيره، هتلاقي شغل كويس اكيد طبعا. فالحته اللي بقولها لحضرتك ان انت على المستوى الفني طبعا تابعت المنتخبات الثانيه، اتفرجت من خلال البطولات الدوليه اتعملت الاربعه في مصر، انت شايف ان احنا على المستوى الدولي ممكن نحقق حاجه؟ والله يعني عندنا ان شاء الله فرصه كبيره ان احنا نتاهل كاس العالم ان شاء الله في قطر. المنتخبات الموجوده كلها ناشئه زينا، ما فيش منتخب بقاله سنين كبيره بيلعب، فالموضوع قريب مش بعيد. نعم. وربنا يسهل، نتمنى البطوله على ارضنا، الاجواء الحر مع التعود احنا متعودين نلعب في الاجواء دي ان شاء الله، يعني التوفيق بقى معانا ان شاء الله، يعني يتولد منتخبنا كبيرا زي ما بيقولوا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. وزي ما بنشوف على الشاشه اعزائي المشاهدين، ده ملعب البدل اهو ورا كابتن محمود الخطيب، وده في افتتاحه في اهل مدينه نصر، كان ساعتها وراه كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في ذلك الحين. وبدل اهو بدل تنس كورت، ملعب او ملاعب البدل او لعبه البدل اسمها بدل تنس. طب كابتن خلينا نتكلم عن تصفيات كاس العالم. تمام. حضرتك تقدمت بملف مظبوط مدعوم من الدوله المصريه ومثلها طبعا في معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، وتقدمت دوله الامارات الشقيقه بملف ايضا لاستضافه تصفيات كاس العالم، وعرفنا بعد كده ان تنازلت دوله الامارات الشقيقه ممثله في الاتحاد لصالح الملف المصري للتنظيم. كلمنا على التجربه دي ودور الاشقاء في دعم الملف المصري لاستضافه تصفيات كاس العالم. تمام. انا من ساعه ما طبعا ما بدانا في حته اللي احنا اشرنا الاتحاد، ويمكن احنا يمكن مجموعه شباب كلنا مع بعض في الاتحاد، واحنا حاطين يمكن فكره في دماغنا او رؤيه ان احنا عايزين نضع مصر في المكانه الطبيعيه بتاعتها، لان دوت حلم اي شاب ان هو يرفع علم بلده، وخصوصا يمكن احنا المصريين معروفين عنا بارتباطنا جدا بوطننا وارتباطنا بمصر يعني طبعا. فاحنا كنا زي ما كان بيقول الكابتن احمد ان احنا السنه دي الحمد لله كنا مستضيفين 8 بطولات دوليه، يمكن رابع اكتر بلد في العالم عندها بطولات دوليه، عشان ندي فرصه للاحتكاك للاعيبه المصريين، والاتحاد الدولي حاسس بينا وبقيه الاتحادات طبعا الدوليه حاسه بينا. فلما عرفت ان على طول ان الامارات كانت متقدمه بملف، تواصلت مع الاتحاد الاماراتي، هم كلهم اشقاء عرب، ويمكن الحمد لله علاقتنا جميله بكل الاشقاء العرب اللي موجودين في الاتحاد الدولي، وفهمتهم الموقف اللي موجود حاليا في مصر، وان احنا بالنسبه لنا بنحاول ننشر اللعبه، وان اكيد مصر محتاجه دعم الناس كلها حاليا. فهم بصراحه نظرا لعلاقتنا الجميله اللي بقى لها فتره طبعا. هم كانوا منظمين قبل كده تصفيات، فقالوا لنا العكس، احنا نحب دايما ان احنا ندعم بعض. وانا اظن ان مصر والامارات بالذات يمكن من الدول العربيه ان احنا بنحس ان احنا واحد، يعني ما تعرفش مين مين البلد الاولى ومين البلد الثانيه. بالظبط، دي حاجه حقيقه فعلا، يمكن مع الاخوه هناك الاماراتيه حتى في كل المجالات مش بس في المجال الرياضي، بنحس ان احنا دايما واحد. فحاجه جميله. ده اللوجو بتاع البطوله، مش اللوجو ده البروشور بتاع البطوله، ده البوست اللي نزل من الاتحاد الدولي. اللي هم عدد الدول المشاركين بالظبط. عدد الدول كام دوله اللي هتشارك؟ سبع دول مشاركه. مصر، الامارات، ايران، السنغال، اليابان، استراليا، تايلاند. دول السبع دول المشاركه ان شاء الله. بالظبط. طيب.